عسكر ديال المغرب وخا يطلعوا يدربوا في القمر. والو جبناء وربما اكثر. وي وخولات وما في الدمش نهار اللي دخلوا. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننصحكم خاوتي الجزائريين باش تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ما تراطوش غادي تشبعوا بالضحك على الناس اللي هوك. جوارينا اللي كانوا مقابليننا غير حفتر غادي تدخل الجزائر، حفتر تهدد الجزائر، حفتر تعلن الحرب على الجزائر، حفتر قسمت الجزائر. المهم هما يهضروا على حفتر، غفلتهم الوزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا وجاتهم للجزر اللي راهي محتلتهم يعني تاعهم وثبتهم ليليا ودخلت وبهدلتهم والمخزن ما قدر يتكلم راهم هنا. يعني العياشي بعد ما شاف الوزيره تاع الدفاع الاسبانيه في الاراضي تاعهم المحتله لصقت لها العياشي مسكين، دخلها علينا حفتر وهما يروسوا لها في بلاده. المهم تابعوا معنا حتى النهايه في هذا الفيديو غادي تشبعوا بدا خوتنا، لي لايك البارطاج دعمونا الفيديو طلعوه، اللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناة، اللي ماش مشترك اشترك فعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج كما العادة، دعمونا الفيديوهات باش ما يطيحوش خوتنا ودعموا القناة وخلونا نبداو. بسم الله. وجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. هذا نداد راشد ودخلتي روتك يا عم. العياش مساكين كي هما كي ميمي سيستاحهم نهار هما الصحراء تاعنا النظارات، قال لك النظارات اللي ينظروا بها المروك للصحراء. وراي الصحراء، الصحراء الغربيه تاع الصحراويين ماشي تاعكم العياشه. المهم كيما شفتوا يعني هادو صور من كاس العالم اللي غادي ينظموه مع اسبانيا وكامل، ومن كاس افريقيا اللي غادي ينظموه. شفتوا يعني الخريطه تاعهم قدرها خوتنا، ومن بعد يقول لك الصحراء تاعنا باش الله اعلم. لي لايك خوتنا وزيدوا تبعوا باش تشبعوا بالضحك على الناس اللي هوك. قامت اليوم وزيرة الدفاع والجيش الإسباني بزيارة مستعمراتها في المغرب التي تحتلها منذ 6 قرون، وهذا ما أغضب الملك محمد السادس وأعلن الحرب على إسبانيا. قال لك ميميسيس أعلن الحرب على إسبانيا باش الله أعلم، هما من قبل إسبانيا حكمتهم في جزيرة عليلة غطت لهم وجوههم بشكاية. زيدوا تبعوا وسمعوا. القوات تتشدد. من بيت الأحرار حيادية. شفتوا القوة تاعهم؟ دوك نزيد نوريكم قوة تاعهم، غير تبعوا معنا. بصح باغي نوريكم الوزيرة تاع الدفاع الإسبانية كيفاش دخلت طالقة روحها، النظاريات لابسة غاية، دخلت للأراضي المحتلة تاع زريبة طاكوس. لي لايك وتبعوا. هضره العياشي، راك تشوف هادو العسكر تاع اسبانيا وين راهم؟ راهم في الجزر تاعكم اللي راهم داينهم لكم. وكيما راك تشوف ها راه الهليكوبتر مروحية لهيها، جابت الوزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا حطتها هنايا. وزيره ما باباش لابسه التوني، جايه بالقش نورمال تتمتع. اللي انا راهي عارفه بلي راهي عند العياشه، ما يقدروا يديروا والو مساكين. كون عارفه بلي في بلاد راكم فاهمين، كون لبست زي وجايه خايفه. زيدوا تبعوا. عياشي كيما راك تشوف يعني العسكر تاعهم راهم يترينو ويوجدوا في روحهم، راهم واقيلا باغيين يدوا لكم كاش ولايه وحده اخرى من بلادكم. هاي حرزوا العياشه، راني خبر فيكم في سبيل الله، اللهم اني بلغت. زيدوا تبعوا زيدوا. المهم راك تشوف العياشي، الوزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا راهي جايه هنايا
باش تشوفوا ضرب دوره، تشوفوا الجنود تاعهم كيفاش راهم عايشين، كيفاش راهم يترينوا، خصهم حاجه ما خصهمش، وباش تخبرهم باللي راهم قريب يدوا كشويه ياخذوا اخرى، كيما داو سبته ومليليه يزيدوا يدوا ياخذوا اخرى. هنا راهي في الجزر اللي راهم دينهم لكم، راكم عارفين الجزر حسبوهم حسبوهم العيشه. ومن بعد يخرج العياشي يقول لك ام باغي نسترجع الصحراء، باش تسترجع الصحراء لازم تسترجع سبتهم ليليا والجزر هادو، ولا تخافوا من اسبانيا. المهم راك تشوف العسكر الدنيا شعب راه عايش في الجزر تاعكم، اداوكم اراضي اي راهم عايشين، والوزيره هذه اللي جات باش تزور هادو الجزر اي عارفه باللي راهي جايه مريحه راسها، يعني جات هكا لابسه قش عادي، ما راهي لابسه التوني تاع العسكر ما والو، لان راهي عارفه بلي البلاصه اللي جايتها يسكنوا فيها العياشه، يعني عياشه ما يقدروش يهدوا اسبانيا وما يقدروا يديروا والو، دائما تحت سيادهم، دائما عاش لي ما تهلي باش، الله اعلم، لي لايك، تبعوا معنا خوتنا، واستمعوا، واستمتعوا، وضحكوا خوتنا، تبعوا. شو رسال؟ حروس بتومليلي. جوابك صحيح. وين تم وين تيش غنديرو منديرو تفوز التاي ماروكان اللي قطو زعلوش يا شعب المغرب. المهم كيما شفتوا قلت لكم خوتنا، يعني من قبل الناس اللي هو باو يترجلوا شويه في جزيره الليله حكموهم وغلفوا لهم وجوههم كيما شفتوا خوتنا، يعني مقطع حقيقي هذا ماشي كذبه ولا على بها الوزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا جات لهاد الجزر بلا توني تاع العسكر بلا والو، عارفه روحها باللي الناس اللي راهي جايه عندهم اصلا ما يديروا والو، كون جاو يديروا كون راهم حروا سبته ومليليا. لي لايك وزيدوا تبعوا. يعني المروك صاير راهي وجدت الدفاع تاعها، القوة تاعها راهم وجدتهم، راكم تشوفوا في القوة تاعها كي دايرين، هادو هما اللي راهم باغيين يحاربوا بهم اسبانيا باش يسترجعوا الجزر تاعهم وسبتهم ليليا. لي لايك وزيدوا تبعوا. عسكر المغرب واخا يطلعوا يدربوا في القمر. والو جبناء وربما اكثر. وي وخولات وما في الدمش. نهار اللي دخلوا غوارديا سيفيل والجنود الاسبان الجزيرة ليلى المغربيه، انتم باش شفتوا شنو داروا في العسكر تاع المخزن، بداوا على يماهم بالترفيق والتشوطيس، والله العظيم اغوت زولوا لهم السراول وبداوا عليهم مارتشاطيس رات با. حضرني موقف، حضرني موقف. صافي صافي لا لا استمروا. وي ديك العسكر بداو سيدنا ما تعتقل يا سيدنا يا سيدنا. المهم راكم تشوفوا هذا عسكري من قبل كان في المرو وهرب، يعني عطاها ما بقاش في بلاد راكم فاهمين. المهم سمعتوا واش تكلم، يعني قال لكم من قبل العسكر تاع اسبانيا دخلوا جزيره ليلى وغطوا لهم وجوههم، ومن بعد العسكر تاع الناس اللي هو قعدوا سيدنا اعتقنا سيدنا اعتقنا عا سيدنا. لي لايك وزيدوا تبعوا. Ha 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 ha!
شي دخلها غير حفتر حفتر حفتر، خدعته الوزير تاع الدفاع تاع اسبانيا ودخلت شقه. يعني هو كان مقابل الجزائر عطاهم بالظهر، بلاد عطاها بالظهر هي دخلت هي. راكم تشوفوا خوتنا حفتر حفتر زيزي زيزي هي وزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا راهي عادي في المروك في الاراضي تاعهم محتلينهم عطاينهم الصقله اي من بعد زيزي زيزي. لي لايك خاوتنا وزيدوا تبعوا خير الاخبار اللي سمعتها شخصيا. تفضل. وهي ان العسكر الجزائري ثانيه ابداو كي ربي وابيض الجراد هاي تبعوا جبت السيناريو هذا وين يدينا هي على الحدود المغربيه هذا مش شلال هذا ها وقلع انا نتبهلوا هنايا شي كبيره وين انتشر ويهاجم المحاصيل الزراعيه ديال المملكه المغربيه. شكون جاب هذا الشابوتيلان؟ هذا راه ناقص في التمثيل. خلونا من هاد الحبايس. ولا انت راجل ابعث لي مناك جيب لك بنت فاميليا. حنا رجال حنا ولاد الجزائر يا اخو. انا نسكن سكانه وسمني مخلوب يا اخو. المهم كيما شفتوا هادو هما جوارينا اللي هو قال غالب قلت لكم تبعوا معنا غادي تشبعوا بالضحك. نتمنى تكونوا استمتعتوا وضحكتوا من قلبكم. يعني العياشي هادو ليامات غادي داخلها غير حفتر حفتر احتل الجزائر حفتر دخل الجزائر قسم الجزائر حفتر حفتر. هيا الوزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا غفلتهم ودخلت من مراهم. يعني في الحدود تاع الجزائر مشيت حفتر كيما راهم يتكلموا الجزائريين راهم بقوه لان الجزائريين رجال يحموا الحدود تاعهم. بصح الزريبه تاعهم الحدود ليزار على بها الخليجي يدخل يروس الفرنسي الهولندي اللي يجي يروس الاسباني. كما تشوفوا خوتنا يعني وزيره تاع الدفاع تاع اسبانيا جايه المناطق محتله تاع المروك جايه لبلادهم ما جات حتى بالزيت العسكري. يعني مين عارفه باللي هذوك القوم باللي غير تاع بوسوركا تحت سيادهم جات نورمال لابسه هكا هي ودخلت عادي ضاربه النظريات جايه تضحك العسكر تما يدربوا طالقين رواحهم عايشين هانيين والله عايشين كثر بالك من اسبانيا عايشين في الجزر اللي راهم داينهم ولا سبتهم ليليا افضل بالك من اسبانيا لان هادو الاراضي داوهم غير هكا. يعني الملك تاعهم قال لهم يا هاكو اعطوني كاش بسكليت ولا على بها عايشين غايه يتمتعوا اي مروكي عايش في الجوع والفقر والميزيريه. ومع ذلك يخرج العياشي يقول لك زي الجزائر حفتر. المهم العياشي نتمنى يكون وصلك هذا الفيديو وصله لهم خوتنا خليه يوصل باش يعرف باللي ماشي حفتر وزير الدفاع اسبانيا راهي عندكم هي دخلت حفتر راه في ما على باليش وين الحدود ومازال ما وصلها ومازال العياشي شرك في فمها. بصح الوزيره دخلت المشكله دخلت صاي دخلت راهي عندكم الداخل ما قدرتوش ديروها قد نهار وجاي تتكلم ولعبها لي راجل. المهم شكرا لكامل الناس اللي تبعوا معايا الفيديو حتى لي ربي يحفظكم كيما قلت لكم لي لايك والبارطاج وصلونا هذا الفيديو خليه يوصل للعياشه باش تلصق لهم شويه باش يشوفوا الواقع تاع نيشان ماشي المواقع بلا بلا زي الجزائر. لي لايك كثرونا منهم والبارطاج ايضا والتعليقات بلا ما نوصيكم كثرونا من التعليقات ولي لايك باش ما يطيحوناش الفيديو تهلاونا في العياشه غادي تلقوهم بقوه سيغتو هذو المواضيع تاع السبت والليل كامل. اللي مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلكم فيديو جديد اللي نحطو في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.